آخر حديث هو شأن وفاة سيدنا موسى عليه السلام، وفي شأن وفاته أيضا وفي حديثه شيء لطيف عجيب. أخرج الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه قال: من أنت؟ قال: ملك الموت. فصكه موسى ففقأ عينه. أعيد، قال: فصكه موسى ففقأ عينه، ضربوا على وجه سيدنا موسى فطارت عينه، ولا ملك الموت، قال صار يعني بابا بعين واحدة. طبعا هو جاء إليه بصورة من؟ صورة بشر، يعني ما على ما ليس على صورته الحقيقية، لذلك لا يتسربن وهم إلى ذهن الإنسان. هذه واحدة، هذا إشكال أول حللنا. الإشكال الثاني، يقول بعض الناس وهو أمر دخل عليه كثير من الناس من المسلمين وممن يسمون بالمستشرقين، هؤلاء أناس من الغرب من غير المسلمين من دول أوروبا وآسيا وروسيا وأمريكا وغيرها، درسوا علوم المسلمين، وكثير منهم درسها دراسة متمكنة، وبعضهم درسها دراسة سطحية، درسوا القرآن، درسوا السنة، درسوا علوم العربية، أقول درسوها، بعضهم درسها بشكل متمكن وبعضهم درسها دراسة سطحية، لم يدرسوها حبا فيها، قال لك لا إيش؟ طعنا فيها. ولكن كثير منهم بفضل الله ولأن هذا الدين وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هداهم الله تعالى بعد ذلك، جاءوا ليطعنوا فسلكوا سبل السلام بفضل الله تعالى فاهتدوا. وكثير منهم مضى، وكثير منهم يهود، قرأوا شيئا من القرآن من السنة مما إلى ذلك فجعلوا يطعنون، وجدوا هذا الحديث ووجدوه فرصة للطعن، قالوا إيش هذا النبي الذي يضرب ملك الموت؟ والله سبحانه وتعالى أرشد الناس جميعا من لدن آدم إلى قيام الساعة وأخبرهم بأن الموت حق عليهم، فهذا الرجل الصالح الفاضل التقي الذي تقولون عنه من خيرة الناس وكذا وكذا يكره الموت ولا يتمناه، إذن من حق كل الناس جميعا أن لا يتمنوا الموت وما إلى ذلك، وبدأوا يدخلون بأشياء تطعن في مقام هذا النبي الكريم. أقول يا أيها الإخوة، أولا أهل العلم أجابوا بأجوبة كثيرة انتقلت بعضها، منها أن سيدنا موسى عليه السلام لما رأى هذا الرجل، ذكر بعض أهل العلم أنه رآه فجأة، فمن فجأته به وشدة سيدنا موسى كما ذكرنا وعنفوانه في الحق، يعني تضايق من على حين غر جاءه هذا شكل ما رأى إلا بوجهه فضربه. بعضهم قال إنه كان قد أوحى الله تعالى إليه بأن يعلمه بمجيء ملك الموت، فجاءه ملك الموت بلا إعلام اختبارا من الله عز وجل ليجد جوابه ليجد أمره. قال فلما جاءه وفجأه على هذه الحالة تذكر أنه وعد، فقال لما أتيتني؟ ليس من حقك أن تأتيني، ففعل هذا. قال فرفع ملك الموت إلى ربنا سبحانه وتعالى فقال: أي رب جئتك من عند عبد لا يحب الموت. فقال الله تعالى له: قل له أن يضع يده على متن ثور، متن يعني ظهر، حط يده على ظهر الثور، فما أصابت يده من شعره أو شعره فما أصابت يده من شعره فله بكل شعرة يصيبها سنة يحياها، ألف شعرة أكثر أقل، فله بكل شعرة يصيبها سنة يعيشها. فنزل إليه فقال له، قال ثم أي؟ قال الموت، قال فالآن إذن. بعد ألف سنة إيش يصير؟ تأتم؟ لا، قال فالآن. قال فقبض الله تعالى روحه. يقول فلما جاءه ملك الموت فقال له هذا الكلام وقال الآن، فالآن إذن، قال أي ربي فأدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلو كنت ثم لأريتكم قبره هناك، لو كنت في ذلك المنطقة لأعلمتكم مكان قبره. طلب سيدنا موسى من الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة. نعود بالذاكرة إلى ما مررنا عليه سابقا، فقلنا إن الله تعالى أمر بني إسرائيل مع سيدنا موسى أن يتوجهوا إلى الأرض المقدسة، فقالوا تذكرون الكلام، لن نفصل، إذا أنت وربك فقاتلا إنا قاعدون. فأمره الله تعالى وأوحى إليه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض. لم يدخلوا الأرض المقدسة في عهد سيدنا موسى، ودخلوها فيما بعد في عهد يوشع بن نون. في أواخر عهد سيدنا موسى أمره الله تعالى منذ البداية أن يهاجر إليها، ولكنه كان مع أصحابه في التيه، فلما قاربه الموت قال أي ربي أدنني من الأرض المقدسة، هذه الأرض التي هاجرت إليها ولم أصل إليها، قربني منها يا رب رمية بحجر، يعني إذا رميت الحجر أصل إليها، إلى هذا المكان أريد أن يكون قبري هنا قريبا جدا منها. هذه أيضا فائدة لطيفة يا أيها الإخوة، إذا لم تستطع وصول الغاية التي تريدها فلا تقصرن عن التقرب منها. إذا لم تستطع الوصول إلى أقصى ما تريد فلا تقصر. أنا والله مثلا قليل المال، طيب، وأرى الناس يتصدقون 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 وأنا قليل في المال، ما عندي 10 ليرات تصدق بها؟ قال والله عندي، تصدق بها، تصدق بها، تحسب مع المتصدقين. والله أنا يا أخي يعني ما أدري، الصيام يعني صعب علي، طيب أما تستطيع الصوم في العاشوراء؟ قال نعم صم. أما تستطيع الصوم في عرفات؟ صم، تحسب مع الصائمين. يعني الغاية التي تريدها من الخير ابحث عنها ما استطع. سيدنا موسى لم يستطع دخول الأرض المقدسة، فقال أي ربي أدنني منها رمية بحجر، قال فأدناه الله تعالى منها، فقبره هناك. في صحيح مسلم، وهو ما نختم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أيضا في الإسراء قال ومررت بموسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. الله أكبر، يصلي في قبره. قال يعني كل الناس هيك بيقوموا بصلوا في قبرهم في قبورهم؟ لا يا أيها الإخوة، ليس هذا. والصلاة هي من باب التكليف في الدنيا، أما في الآخرة فليس هناك تكاليف، وإنما هناك قربات إلى الله عز وجل بمحض رضا الإنسان، هو يستلذ بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. لكن في القبور في البرزخ ما في، ولكن الأنبياء ميزوا عن باقي خلق الله، وكان سيدنا موسى يحب المناجاة والذكر والقرب إلى الله، فأكرمه الله تعالى في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم، فصلى لله عز وجل وتقرب منه. كانوا يقولون، وهو كلمة حق، من يعني من شاب من عاش على شيء مات عليه، من شب على شيء شاب عليه، هذا أمر مفروغ منه، لكن من عاش على شيء مات عليه. حتى كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا أشياء عجيبة في هذا السياق، نجعلها خاتمة لكلامي. يذكر وهب بن منبه وغيره من أئمة العلم أنهم رأوا أناساً كانوا في حياتهم أهل بيع وتجارة، فلما حضرهم النزع الموت جعلوا يذكرونهم بلا إله إلا الله، فيقولون ب100 كذا ب1000 كذا، ليل نهار الريال والدولار والسعر والغلي، ونزل وطلع وباع واشترى، فلما ذكر بلا إله إلا الله قبيل الوفاة قال ب100 كذا ب1000 كذا، ومات على ذلك. وآخر كان والعياذ بالله من أهل النساء، فذكروه بلا إله إلا الله فقال هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى فضل بن عباس جارية يحبها، قالها ومات على ذلك. وسيدنا موسى كما ذكرنا يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. الكثيب الأحمر قريب جدا من بيت المقدس اللي هي القدس،
قريب جدا منها، كما قلنا رمي بحجر قريب جدا منها من ذلك المكان. فيا أيها الإخوة، حسنوا الأعمال في الدنيا حتى تكون مطية لنا في البرزخ إلى آخرة يكون فيها رضوان الله علينا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده.